تحتوي كل عناصر القائمة على نفس التخطيط، لكن نريد أن يستخدم عنصر اليوم تخطيطاً مختلفاً الذي حددناه سابقاً في ملف XML الخاص بتوقعات عنصر القائمة اليوم. ستقوم أنواع طريقة عرض عنصر المحول بحفظ اليوم، بدلاً من معرفة نوع واحد فقط لطريقة عرض العنصر الذي ينتج نفس التخطيط لكل عناصر القائمة، يمكن للمحول وضع عدة أنواع لطريقة عرض العنصر بحيث يحتوي على تخطيطات عنصر قائمة مختلفة. بالنسبة لوصف معين في المؤشر، يحتاج محول التوقعات لتقرير هل ينبغي أن يكون عنصر قائمة عادي أو عنصر قائمة اليوم، ثم يتمدد ويربط البيانات بالتخطيط المناسب. سننتقل إلى داخل التعليمة البرمجية لمحول التوقعات الآن لمعرفة كيفية معالجة نوع طريقة عرض عنصر ثان. عادة في الفئة الفرعية يرجع GetViewTypeCount واحداً، لكن سنتجاوزه ليرجع اثنين للتخطيطين المختلفين. لكن كيف يعلم متى يستخدم أحد التخطيطين أو الآخر؟ نتجاوز GetItemViewType بحيث عندما يكون الوضع في القائمة صفراً نقول إنه نوع طريقة عرض اليوم، وإلا سيكون نوع طريقة العرض Future_Day. تم وضع نوعي طريقة العرض أعلاه، هذه فقط تمثيلات صحيحة لنوع طريقة العرض. يجب أن يبدأ الترقيم بالرقم صفر لأن هذه القيم لا يمكن أن تكون أكبر من أو تساوي GetViewTypeCount، لذا تكون القيم الممكنة بالنسبة لنا صفر وواحد. صفر يقود إلى ViewTypeToday وواحد يقود إلى ViewTypeFuture_Day. سنستخدم هذه المعلومات في أسلوب طريقة العرض الجديد. قمنا بتضخيم XML لتوقعات عنصر القائمة. سنستخدم نوع طريقة عرض العنصر لتحديد هل ينبغي أن نستخدم أحد التخطيطين أم الآخر. املأ تدو لمعالجة هذا السلوك. يشير layout ID إلى resource ID والذي يكون بتنسيق r.layout.something.